طيب هنطلع لفاصل، وفي الفاصل انتوا هتشوفوا دلوقتي، قبل ما تطلعوا فاصل قلنا لكم ازاي او عايزين توجهوا رسالتكم ايه للاعيبه الاهلي وهم موجودين دلوقتي في الدار البيضاء بيستعدوا لمباراه الوداد، ايه اللي تقولوا للاعيبه الاهلي في هذه المباراه؟ تفاعلاتكم هتشوفوها على الشاشه تباعا، ونطلع منها لفاصل وبعد الفاصل نتواصل.